السلام عليكم، كيف حالك حبايب الطلاب؟ طلاب مدرسة توليب والياسمين، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الصف الثامن إن شاء الله اليوم راح ناخذ درس تاريخ جديد بعنوان الدولة الأيوبية ودولة الموحدين. هنتكلم عن الدولتين، ولكن خلينا نتذكر في نهاية الدولة الفاطمية اللي كان درسنا السابق صار صراع بين الوزراء، وهذا الصراع هو اللي جعل الدولة الأيوبية تقوم بقيادة صلاح الدين الأيوبي. نتذكر إنه كيف أجوا الأيوبيون. الأيوبيون طبعاً تنسب دولة الأيوبيون إلى صلاح الدين بن يوسف الأيوبي، وهو من بلاد أذربيجان. يعني من وين هو؟ صلاح الدين بن يوسف الأيوبي، وهو من أذربيجان. طيب كيف وصل للحكم صلاح الدين الأيوبي؟ تذكر في آخر الدولة الفاطمية كانت بتمر بحالة من الفوضى والاضطراب، وكان في صراع بين الوزراء على الحكم، وكان في عندنا وزيرين اللي هو ضرغام وشاور. ضرغام وشاور استنجد اللي هو شاور بنور الدين محمود زنكي، واستنجد ضرغام بالصليبيين، فأرسل اللي هو نور الدين محمود زنكي جيشا بقيادة أسد الله أو أسد الدين شيركو وابن أخوه اللي هو صلاح الدين الأيوبي، وتمكنوا من طرد الصليبيين، فمنح الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله الوزارة في مصر لأسد الدين شيركو. يعني أعطاه الوزارة، خلاه وزير. كان مين إيش اسمه؟ كان اسم الخليفة الفاطمي إيش كان اسمه؟ العاضد لدين الله. فأعطى الخلافة الوزارة لأسد الدين شيركو، وبعد وفاة أسد الدين شيركو أصبح الوزير ابن عمه اللي هو صلاح الدين الأيوبي. هنا دخل صلاح الدين الأيوبي على الحكم وصار وزير، وبعد وفاة اللي هو العاضد لدين الله تمكن من يعني إقامة الدولة، وأسس الدولة الأيوبية وقضى على الدولة الفاطمية وأصبحت الدولة الأيوبية. طيب هذه هي مجيء الأيوبيون. إيش عملوا الأيوبيين؟ طبعاً هاي صورة صلاح الدين الأيوبي، و يعني بدأ صلاح الدين الأيوبي فكرة إنه يريد توحيد مصر والشام، فذهب وانتصر على الصليبيين في موقعة حطين. انتصر صلاح الدين على الصليبيين في موقعة حطين عام 1187 ميلادي، واستعاد بيت المقدس. هاي اللي عمله صلاح الدين الأيوبي، حيث وحد مصر والشام عن طريق انتصاره على الصليبيين في موقعة حطين عام 1187، واستعاد بلاد الشام وأيضا استعاد بيت المقدس. طيب أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي الداخلية، إيش أهم أعماله؟ أول حاجة اهتم بتمهيد الطرق وإقامة الجسور والسدود وحفر الترع. هذا أول حاجة عمله صلاح الدين الأيوبي. أيضا أنشأ طريق على النيل لربط شمال العاصمة بجنوبها، يعني عمل اللي هو طريق ربط فيه شمال العاصمة وجنوبها. وين موجود هذا الطريق؟ على النيل. طيب أيضا ثلاثة، بنى قلعة على جبل المقطم لتكون مقرا للحكومة، وأيضا أكمل سور القاهرة. هذول أعمال صلاح الدين الداخلية. طيب كيف انتهت الدولة الأيوبية؟ استمر بعد وفاته، طبعا توفى وين؟ توفى صلاح الدين الأيوبي ودفن بدمشق بالقرب من الجامع الأموي. وأهم أعماله الخارجية هو أنه هزم الصليبيين في موقعة حطين سنة 1187،
ثم توجه إلى بيت المقدس واسترده من أيدي الصليبيين وحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين. وتوفى زي ما قلنا، توفى في ودفن في دمشق بالقرب من الجامع الأموي. طيب كيف انتهت الدولة الأموية الأيوبية يا ربي؟ استمر خلفائه من بعده في الجهاد ضد الصليبيين، ولكن عندما استعصوا راحوا واستعانوا بالمماليك، فتدخل معهم المماليك واستمر المماليك إلى أن سقطت الدولة في أيدي المماليك وأنهوا على دولة الأيوبيين. يعني انتهت الدولة الأيوبية عن طريق الدولة المملوكية، حيث استعان بهم الأيوبيين لقتال الصليبيين، ولكن جاء المماليك وسيطروا على الدولة وأخذوها من الأيوبيون. طيب راح نتكلم على دولة جديدة وهي دولة الموحدين. دولة الموحدين هذه قامت على أساس ديني، قامت دولة الموحدين على أساس ديني، وكانت صاحب الفكرة هو محمد بن تومرت. محمد بن تومرت يعتبر المؤسس لدولة الموحدين. يعني بدنا نعرف دولة الموحدين قامت على أساس ديني، وبدنا نعرف أيضا أن دولة الموحدين اللي تزعم الفكرة ومؤسس الحقيقي لها هو محمد بن تومرت. طيب وزي ما قلنا يعني قامت على أساس ديني ونادى بتطبيق الشريعة الإسلامية بعد عودته إلى المغرب، يعني كان موقعها في المغرب، هاي اللي هي دولة الموحدين. طيب إيش عملت دولة الموحدين؟ دولة الموحدين اهتمت بالعمارة والعلوم، وازدهرت في عهدهم الثقافة الإسلامية، وبنوا المساجد والجسور والحدائق، واهتموا بالزراعة وتربية المواشي باعتبارها ثروة للبلاد، وقد أدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية. طيب نتكلم كيف سقطت دولة الموحدين؟ إيش أسباب هزيمة الموحدين وسقوط دولة الموحدين؟ سبب سقوطها هو كثرة الثورات الداخلية. صارت ثورات داخلية، لما كثرت هذه الثورات أدى إلى ضعف الجيش وهزيمته أمام الأعداء. اثنين، ضعف الحكام وتنافسهم على الحكم. يعني ثاني حاجة ضعف الحكام وتنافسهم على الحكم. ثلاثة، تقسيم الدولة وظهور حركات انفصالية في كل من مراكش والجزائر وتونس، فأدى ذلك إلى ضعف الدولة وانهيارها. يعني هذه الأسباب اللي أدت إلى نهاية دولة الموحدين. لما قلنا كثرة الثورات الداخلية مما أدى إلى ضعف الجيش وهزيمته أمام أعداء الدولة. اثنين، ضعف الحكام وتنافسهم على الحكم. ثلاثة، تقسيم الدولة وظهور حركات انفصالية. طيب هذا درسنا كان لليوم، وبهيك انتهت دولة الموحدين. هان معانا تلخيص إن شاء الله، بدنا نكتبه هذا التلخيص في الكراسات اللي هو حكينا فيه، نعمل ملخص سريع اللي هو هنكتبه إن شاء الله في الكراسات. حكينا عن دولتين، الدولة الأيوبية ودولة الموحدين. الدولة الأيوبية عرفنا إنها تنسب إلى صلاح الدين بن يوسف الأيوبي. من وين؟ من أذربيجان. عرفنا إنه انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين سنة 1187 واستعاد بيت المقدس. عرفنا أهم أعماله الداخلية، وزي ما قلنا اهتم بتمديد الطرق وإقامة الجسور والسدود والترع، وأيضا أنشأ طريق على النيل لربط شماله بجنوبه، وأيضا بنى قلعة على جبل المقطم لتكون مقرا للحكم، وأكمل سور القاهرة، أكمل بناؤه يعني. طيب توفى صلاح الدين ودفن بدمشق بالقرب من الجامع الأموي،
وقلنا استمر خلفاؤه بعده بالجهاد ضد الصليبيين واستعانوا بالمماليك، والمماليك سيطروا على الدولة وسقطت في أيديهم وأنهوا اللي هي الدولة الأيوبية. جينا بعديها حكينا عن دولة الموحدين وقلنا إنها قامت على أساس ديني، وقلنا يعتبر محمد بن تومرت هو مؤسس هذه الدولة، وقامت في أي منطقة؟ في المغرب. وعرفنا أنه اهتم الموحدون بالعمارة والعلوم وازدهرت في عهدهم الثقافة الإسلامية، أيضاً اهتموا ببناء المساجد والجسور والحدائق، وأيضاً اهتموا بالزراعة وتربية المواشي مما أدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية. بعدين سقطت دولة الموحدين وانتهت، وكان من أسباب سقوط دولة الموحدين ونهايتها أنه كثرة الثورات الداخلية مما أدى إلى ضعف الجيش وهزيمته، أيضاً ضعف الحكام وتنافسهم على الحكم، وتقسيم الدولة وظهور حركات انفصالية في كل من الجزائر وتونس ومراكش. هذا إن شاء الله التلخيص بدنا نكتبه في الكراسة. أتمنى لكم كل التوفيق. أي سؤال أي استفسار بتمنى توجهوه إلي على جروب الواتساب، ويعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله.